سامي إبراهيم حسين هجرس، الولادة في حالة بماهر سنة 14/10/1966. نشأت في فريج يسمونه فريج الصنقل، وفي ناس يسمونه فريج الصنقل. نشأة جميلة جدا في بيت عود في حجمه وأهله، ومنطقة جميلة. يعني هذه المنطقة كانت تجمع الكثير من الأهل والأصدقاء الذين أتذكرهم إلى اليوم، وسوف لن أنساهم أبدا. في 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 سنوات صباي لم تكن هناك تكنولوجيا ولا آيفون ولا جالكسي ولا غيره، بس كان عندنا تلفون طبعا في البيت، وعندنا تلفزيون. بس الفترة الصباحية نقضيها في المدرسة، ما بعد المدرسة طبعا البيت شوية والواجبات شوية، وبعدين نلعب كرة قدم. هذا هو البرنامج الوحيد أو التسلية الوحيدة إلى أن تغرب الشمس. كل واحد يروح بيته يخلي الحمام يستعد حق مسلسل الساعة 7 اللي طبعا تلفزيون البحرين كان متمسك به في تلك الفترة. وبعدين يعني ما في سهر، يعني بالكثير 9-8:30 احنا كل واحد، يعني انا اقصد اللي في سني اللي ينتظرون المدرسة يوم ثاني كانوا لازم يستعدون خلاص. يعني هو اللي اكبر مني ما يعرف يسبح وبغى يغرق يعني، فامي قالت لي اياني وياك اشوفك في البحر لان البحر يمني يعني. بس انا كنت على خوفي شوية، عندي يعني اعطي روحي مساحة. لا يمكن احنا كلنا نروح البحر ونسوي اول ناخذ نسوي مثل ما يقولون شيء اسمه راد، الراد اللي هي دنشلين اثنين وفوقهم قطع من الخشب نضربهم مسامير فتطفح على السطح. فكنا نروح ونسبح ونصيد، نستخدم اللي يطلقون عليه زراقة العفو. وكانت متعتنا البحر والبحر يمني يعني. فمرة حسيت أنها وأنا بادش البيت هي تنتظرني، فدخلت. كان عندنا الله يكرم السامع في البيت، أول ما دخلين حمام صغير قمت قطيت، ما حد يستخدمه، قطيت روحي تسبحت عشان تروح ريحة أو ماء الماء. بس يعني ضرب، ولكنه ليس بالضرب المبرح، ولكنه انصت شوية، ولكن لا أتذكر يعني. الله يحفظها ويطول عمرها، لم تقسو علي ولا. وأنا يمكن أنا تربيت بين خالاتي أكثر، ولا أخفي عليك سرا بأنهم لليوم يشوفوني سامي الصغير، يحبوني ودلعوني فيمكن هذه كلها بعد الدلع ذي خلاني أنا خواف في بعض الأمور. يعني مثل ما قلت لك ما قد دشيت في الجرأة، صارت في الثانوية، صارت الجرأة شوية صارت في الثانوية يعني، بس قبلها لا، كنت خواف. كنا نشرد، كان عندي سيارة، لأن يعني الوالدة كانت تجمع لي كم دينار على دينار، ولما تجمعوا صاروا أعتقد 150-200 دينار خذيتهم. قلت لها أنا بشتري سيارة لأن كنت أحب السياقة يعني. فكان عندي سيارة في إذا أصطف مثلا في طابور المقصف والأكل يكمل، أقول نشرد من المدرسة زين، نروح اي كافيتيريا برا نفطر. هل انت كنت تحرضهم على هالشيء؟ يلا الشيطان شويه صارت في الثانويه يعني، بس بحدود، صدقيني بحدود. ما يعني انا مو يعني مو ما ما مو شيطان يعني، ما كنت شيطان.
وإن شاء الله الحمد لله ماكو شيء. أتذكرها بس كانت رصاصية غامقة وغير عادي طبعاً باب واحد داتسون بس ما أتذكرها ما أتذكرها يعني. هذه أول سيارة أول وأرخص سيارة. عمر بن عبد العزيز المرحلة الابتدائية عبد الرحمن الناصر المرحلة الإعدادية وسنة في المرحلة الثانوية في مدرسة الهداية سنة لأني طرت أنا داش مو لأني شقي ولا شيء لا أنا كان النظام اللي يرسب أو يسقط سنتين خلاص يعني كل المدرسة ما في شيء اسمه نقل يعني فأنا دشيت المسار العلمي وكان عندي أمل أني أنا أصبح طيار بحكم يعني عمل جدي وإخواني وخوالي وكنت أتردد يدي كان يوديني وكنت أشتغل في فترات الصيف كان يسمح لي أبناء موظفي الشركة فكنا نشتغل شهرين ونص تقريبا في 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 طيران الخليج فكان لما شفت الطيارة وشفت القبطان الطائرة وكذي يمكن بدأ يعني ينشأ لدي حلم فدخلت دون وعي دخلت التخصص علمي فالمواد الرياضية والعلمية بالذات كانت صعبة علي وصلت منازل بعدها بسنة تقريبا يعني صارت استراحة سنة وصلت منازل في مدرسة مو في مدرسة ولكن كنا ناخذ دروس تقوية للمواد الأساسية في مدرسة القضيبية الثانوية الإعدادية الثانوية للبنين أنا ذاك كان مديرها الأستاذ الراحل مصطفى جعفر فأنا خريج دراسات مسائية يعني. هذه الله يسلمك جات بالصدفة تماما أنا كنت مقبل على إجازة كنت توني رايح أول ثانوي وكنت ورسبت السنة الأولى رسوب والدتي كانت تشتغل في الإعلام وخالتي الأستاذة الإعلامية بدرية عبد اللطيف التي كانت مسؤولة عن برامج الأطفال وبرامج الأسرة فاقترحوا علي قالوا لي السنة الحكومة أعتقد يعني عندها توجه أنها توظف عدد من موظفي الإذاعة والتلفزيون أو في وزارات ثانية فإحنا المجال مفتوح شو رأيك؟ قلت لهم أوكي ما عندي مشكلة يعني فرحت ودخلت وكان رمضان أتذكر فقلت لهم شنو شغلي؟ قالوا لي تشيل التلفون تقول مسابقة رمضان إذا المتصل قال الإجابة الصحيحة تكتب اسمه ورقم الهاتف ورقم البطاقة الشخصية آنذاك فكملت الفترة هذه لقيت روحي لا ما ببتعد عن هالمحل شافني الأستاذ عبد الرحمن عبد الله الله يطول عمره الله يرحمه والأستاذ حسن كمال الله يطول عمره قالوا لي أنت شو تسوين إجازة انتهت قلت ما أنا بشتغل أي شيء يعني فودوني قسم الأخبار في الراست فبديت هناك بعدين انقلوني إلى قسم البث اليومي اللي هي القناة العامة اللي هي 601 إلى أن افتتحت إذاعة القرآن البرنامج الثاني وإذاعة القرآن الكريم فهذه كانت بدايات دخولي إلى الإعلام شوفي أنا ما أقدر أقول لك وجدت نفسي في تلك المرحلة
لأن ظهور على الشاشة أم 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 تقديم برامج خلف الميكروفون ما كان هاجس بالنسبة لي. كنت أستمتع بتنفيذ البرامج الإذاعية، كنت أستمتع باختيار الموسيقى، باختيار إشارة البداية، باختيار الأغاني المناسبة، وأقضي وقت فيه يعني. ولكن شغف الظهور ومسألة الشهرة ومسألة تقديم البرامج الإذاعية هذه لم يكن في بالي أبداً أبداً، مو بدي حلمي، لأن للحين ما تكون الحلم في إطار الحقل الإعلامي، تكون لاحقاً. أعتقد أن هي كانت عقب فترة محليات، أعتقد يعني كانت ولادة متأخرة لمثل هذا الطموح، ولكن أعتقد أن هي الفترة الحقيقية. قبلها لما بديت أعمل في الإذاعة الأجنبية يعني بالصدفة صرت مذيع بعد، أنا كنت بعد منفذ برامج إرسال يعني. فلما سجلت بعض المقاطع للأستاذ الكبير أحمد سليمان الذي كان يدير الإذاعة آنذا، قال لي أنت مذيع جاهز، مع أن لغتي الإنجليزية يعني متواضعة كانت، ولكن حب، لأن يعني مو مسألة الواحد يقدم برامج موسيقية يجب أن تكون لغته يعني ماخذ شهادة في الآداب الإنجليزية. هي مسألة أهم شيء إن أنت تعرفين تقدمين وتلفظين أسماء المغنيين وأسماء الأغنيات، وكل ما صارت اللغة أحسن كل ما صار أفضل طبعا. أقرب لي كانت والدتي بلا منازع يعني. أنا أمي يعني ما أطلقت عليها كلمة أمي إلا متأخر، لاعتقادي إنها كانت أختي، لأن الكل يناديها نورة وهي قاعدة تقول لي إن أنت، أنا مو بأختك أنا أمك، فما سمعت ما فهمت، صغير كنت يعني. تعلق الكبير بأبوي عبد اللطيف اللي رباني، ودائما أقول لولا هذا الرجل كنت في موقع آخر بأخلاق أخرى، لكنت في كارثة يمكن. وجدتي وأمي العزيزة الراحلة أمي لطيفة، وأيضا أبو إبراهيم المتابع لي دائما. علاقتي بأبوي عبد اللطيف لا يعني علاقة من الداخل، لا أستطيع أن أنصفها لو شرحتها يعني. ما أدري، هذا الرجل تمكن من النفس والروح مثل ما يقولون، وأنا نفثت إلى روحه يعني، كان يحبني بطريقة رهيبة جدا يعني. أكيد حب أمي حب طبيعي، لكن جدي كان جدا مرتبط فيني، وأيضا جدتي وخالاتي الله يطول عمرهم إن شاء الله. ما حصلت على الشهادة الثانوية في المسار التجاري، طلبت أني أنا أدرس إنتاج تلفزيوني، لم يحالفني الحظ، فتقدمت إلى بعثات المعهد التي يمنحها المعهد العالي للفنون المسرحية بدولة الكويت. وأتذكر أن الأستاذ الأخ العزيز قحطان القحطاني قال لي هذه المؤسسة ما فيها رياضيات فلا تحاتي يعني. فكان الخيار الأمثل بالنسبة لي، سواء كنت راغب أم غير راغب. ولكن أنا أعتقد بأن، لا أنا لا أعتقد، أنا أجزم بأن المعهد العالي للفنون المسرحية بمثابة إعدادي لمرحلة جديدة تعلمنا فيه الإلقاء، قرينا عن المسرح، قرينا في الثقافة، مثلنا. بس أعتبر مادة الإلقاء والتعبير والتربية الصوتية كانت من أهم ما ساند عملي في مجال الإعلام. معهد العالي للفنون المسرحية أنا رحت ما كنت أعرف أحد، رحت
وتعرفت على بعض الإخوان البحرينيين اللي كانوا يدرسون. أول من تعرفت عليه وأصبح أخ وصديق عزيز وأدخلني بيته وعرفني على أهله هو الأخ العزيز نادر الحساوي. إحنا لي اليوم على تواصل والله لا يقطعنا عن بعض. ثم تعرفت على المخرج الذي أصبح مخرجي طبعا الآن من المتميزين وهو محمد دحام الشمري، كان دفعتي. بعدين تعرفت على الأخ العزيز الفنان طارق العلي. طارق العلي أيضا لمواقف لن أنساها، وهو صديق عزيز وأخ، كلنا وياه وشربنا وياه سواء في الكويت ولا في البحرين. يعني وطارق من الشخصيات القريبة جدا إلي أنا شخصيا وإلى الناس كلها، يعني فهو شخصية مريحة وقلبه نظيف مثل ما يقولون. أيضا الأخ جوهر الجويهل أيضا من الرجال الطيبين الذين عرفتهم في فترة الدراسة. آخرون يعني توفاهم الله اللي هو الأخ العزيز المرحوم علي طارش سميري والأخ حسن علي علي. مجموعة يعني كنا قراب من بعض ودائما نقضي وقت جميل مع بعض. مواقف لما جيت الكويت جيت بسيارتي، رحت بسيارتي، يعني أنا موظف رسمي عندي سيارتي، فرحت ببدلة ما أعرف شنو طبيعة المعهد، لبس بدلة وكرافته ورحت. فدشيت المعهد، رحت حق الشؤون الإدارية قالوا لي أنت متأخر، قلت لهم إيه أنا ما أدري الكويت ضيعت يعني. المهم قالوا لي هذه المحاضرة هي محاضرة مشتركة للتمثيل والإخراج والديكور والنقد، في محاضرات مواد مشتركة نأخذها مع بعض وفي مواد الديكور يأخذونها بروحهم بحكم طبيعة دراستهم والتمثيل بروحهم والنقد بروحهم. فدخلت ضربت الباب، طلع لي فتح لي المدرس قال قلت صباح الخير، قال لي صباح الخير يا فندم. قلت له هاي سنة أولى تمثيل وإخراج، قال لي أيوة يا فندم تفضل. قلت له أنا طالب جديد في الدفعة، فقال لي تفضل يا ابني والله افتكرتك العميد الجديد. فعقب ما كملنا وبديت أتكلم مع محمد دحام عقب يوم يومين قلت له ترى أنا ما عندي جينز ما عندي شيء ما أدري شنو طبيعة المحل، قال لي علموني درجة النتي بدل يعني كذي. فرحنا السوق وشريت لي أغراض كاجوال كذي حق المحل. أنا ما طولت وايد في الإذاعة، أنا قعدت يمكن بس 7 سنين في الإذاعة. كنت أصغر موظف ويقولون لي المدلل، كانت المدلل اي بس مو بالحين. اللي صار ان انا يعني لابد ان يعني اذكر احد الناس الذين لهم حق علي انا ولهم فضل علي، وزير الاعلام الاسبق السيد طارق عبد الرحمن معيد الله يرحمه وفي جنات النعيم إن شاء الله. مرة من المرات أنا كنت ماسك إذاعة القرآن الكريم علي دوام يعني فترة نوبة، فدخل وهو شخصية يعني ما تمرح مع أحد، يعني ما نادرا ما تشوفيني يبتسم لكن قلبه كبير جدا هذا الرجل. فشاف كتب إنجليزية وشاف كتب مال وزارة التربية والتعليم وشاف سمع القرآن، فقال لي منو ذي اللي يقرأ؟ قلت له هذه الحصري، الشيخ الحصري. اتفقت علي قال لي هاي شنو ذي؟ كنت أنا أداوم في الإف إم ويدري يعني، بس قلت له هذه روك ان رول انسايكلوبيديا حق برنامجي في الاف ام، احضر له بعض المعلومات عن الاغاني. مش شوي بيطلع التفت شاف كتاب مال المحاسبه او شيء من هذا، قال لي هاي شنو؟ قلت له هذه انا اقدم منازل
وهذه كتاب اللي أراجع فيه يعني. التفت علي قال لي أنت منو مشغلك هني؟ قلت له أنت طلعت. ومن يومها صارت بيني وبين هذا الرجل علاقة الأخ الكبير بأخيه الصغير يعني. كان يرعاني، كان يسأل عني، لا فضل عليه، لا الأنساب. عقب ما حصلت على الثانوية وبسبب تقديمي في الأم أعتقد، وبسبب تقديم بعض الفقرات في بعض البرامج التلفزيونية، اقترحت علي الله يمسيه بالخير الدكتورة هالة العمران أن أنتقل إلى التلفزيون بمساعدة الأخ العزيز أستاذ قحطان القحطاني، وقال لي إن تلفزيون عالم آخر وغيره وشي. فرحت التلفزيون، كنا نشتغل يعني بعض البرامج الصيفية أو بعض الفقرات لبرامج مناسبات أو غيره، بس شرط عليهم شرط، قلت لهم أنا ربط ما أنزل. كان في ربط، والآن تشاهدون الفيلم الأجنبي، والآن تشاهدون الفيلم العربي، برامجنا لهذه الليلة أو برامج غد. قلت لهم أنا ما أسوي. قالوا لي زين أنت مذيع لازم تسوي شيء. قلت لهم أنا بطبع الإعلانات، الإعلانات الخاصة بالوزارات، تعلن وزارة التربية والتعليم، تعلن وزارة الأشغال، تعلن وزارة التنمية، وسوف أقرأها. بس هذه ما أحب يعني سالفة أني أنا أربط يعني. فوافق عليها، وكنت فترة من الفترات في الإعلانات يعني، إلى أن بدأت فكرة أن أقدم برامج المناسبات، فاتخذت الإدارة العليا قالت أن هذا الريال يصلح في الفترة اللي كنت فيها أنا والأخ أنور. وعقب طبعا جاء برنامج يومي وهو محليات، وإلى الآن هو مستمر بشكل يتطور عن يعني أوائل ما بدينا، لأن كان النصر يكتب باليد، وتعرفين لما تكتبين في اليد يعني كانت الأشياء بدائية يعني. فإحنا يجب أن اليوم عندنا مستر جوجل، عم جوجل على قولتهم، في عندنا كتب لازم ناس تقرأ، لازم ناس تقرأ سواء في النت ولا في كتب تقليدية، لازم تقرين عشان تعرفين تحدثين عن تاريخ مصر، تاريخ البحرين، التنمية في العالم شلون صايرة، من هم الذي يروجون إلى 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 الجهل في العالم، ما هي مفهوم العولمة، هل العولمة هي التبادل المعلومات وتبادل الحضارات، أم 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 أن أنا لازم أستقبل من بلد يعتبر روحه بلد متطور ومتقدم أكثر مني، وهو الذي يأتي بالمعلومة إلي ويريدني أن أفرضها في مجتمعي. ما هاي كله لازم نفكر فيه. إذا ما قدرنا نفكر فيه لا بنخلق وعي مجتمعي عن بلدنا وعن وجهة نظر بلدنا زي، ولا بنقدر نخلق إعلام تلتفت للناس. أنا صحيح أفتخر بأن كان من البرامج اللي الناس تقعد لها حياكم معانا مع الأخت شيخ المضاحكة، وعقب برنامج هذا المساء أفتخر، وسمعت الكثير يقولون لي كنا نقعد ننتظر البرنامج. ليش؟ لأن سامي قدمه، مو لأن سامي قدمه، لأن البرنامج يطرح أفكار زينة، موضوعات مختلفة وجرأة في الطرح. لازم يكون عندك جرأة في الطرح، لازم تكون هناك مساحة زين في الطرح، لأن أنا همي مثل هم أي بحريني يبي يطور ويبي ينوع ويبي يساهم في وضع الحلول. فالإعلام مؤسسة خطيرة يعني، يجب أن تكون يعني راعية لمثل هذه الأشياء، راعية للثقافة، راعية هي التي تصنع وتشكل الرأي العام، مو الواتساب بشكل. هذا المساء
جاء بفكرة من سعادة الأستاذ الأخ العزيز نبيل الحمر أيام كان وزير الإعلام، طلب مني قال لي أبي برنامج في ناس توك شو، يعني برنامج في حضور. ففي البداية الحقيقة قدم لنا كل الدعم يعني أيام، وبدأنا البرنامج ببعض القضايا الجدلية، بعض القضايا الجادة، ردود الأفعال كانت بالنسبة لي تشكل نجاح بحد ذاته، لأن يعني المشاركون الذين يأتون للحضور كانوا مجموعة كبيرة. تكلمنا في مجموع في أشياء شرعية، تكلمنا في مسألة التوظيف، تكلمنا في مسألة الإسكان، تكلمنا في مواضيع وايد الحقيقة ما أتذكرها، ولكن استطعنا فعلا أن نصل بحلول. وظفنا ناس، استطعنا من خلال ردود الأفعال المسؤولين، بكرة هاي المتصل خليه المكتب عندي، بكرة هاي المتصل خليه المكتب في هذا المصنع في هذا كذا. فحاولنا جاهدين، والحمد لله رب العالمين وفقنا بأن يعني نحل بعض القضايا العالقة يعني، أو نسهم في حل البعض منها، وهي أنها يعني think twice before you talk، فكر مرتين قبل أن تتكلم. لما تتكلم تذي يعني من منطلق ردة فعلي ممكن تجرح اللي قدامك، ممكن تنهي مستقبله، يمكن تأثر في قراره، في أسرته، في قراراته مع نفسه. فليك الواحد مثلا يقول لك أنا في البيت مو مرتاح وأنا كذا، تقول له طلق مرتك. لا لا، فكر مرتين، إنه في عيال، إنها المرة ترى تحبه بس يمكن هي متضايقة لشيء معين، عرفت شلون؟ ما تي حق واحد تقول له هد عنك الشغل روح دور لك شغل ثاني. طيب شغل أنت، لا لا بيع سيارتك، هاي السيارة مو زينة. في قرارات البني آدم يعني لما يتجه لاتخاذها يجب أن يتحمل العواقب. في قرارات استراتيجية في حياتنا لا يمكن، لا يمكن، ما تقدرين، صعب. المرتبطين بوطنهم، المرتبطين بذاتهم، بأسرتهم، بكيانهم، بشكل الاجتماعي أمام الناس، بشكل مو سهل ترى أن أنت تأخذين قرار أن أنا اليوم ما بأتم في هالجزيرة الجريدة، بس ضايقني فلان قال لي كلمة قبيحة، قال لي أنت مثلا ما تعرفين تشتغلين. إذا قلت ما تعرفين تشتغلين يبقى أنا يا غيران منك، إذا أنت ما تعرفين تشتغلين لازم أنا أعلمك من موقع المسؤولية. ما في أحد ما يعرف، كلنا نبي نتعلم. فأنا أحاول قدر المستطاع أن أتمسك بهذا المبدأ، أن أنا ما أجرح أحد، ولا يعني ساعات يكون مزاجي مبزين، وهذا أمر طبيعي في كل إنسان، لكن في ناس يعني سوقوا لهذا المزاج لأكثر من غرض. يعني أنا في بيت جميل مع زوجتي وشريكة حياتي سيدة ملاك وبنتي نورة، والحين تنورنا أمي الغالية بحكم وضعها الصحي. أنا مرتب جدا في البيت، جدا مرتب، أحب أساهم، أطبخ ساعات، أسقي الحديقة، أقص وأحط وأزرع، ما أحب أشوف شيء وسخ. طبعا البيت نظيف، بس يعني أنا لازم أشوف لي شيء كل يوم أسويه. هاي بعد التقاعد اللي قبل
بعد التقاعد، بعد التقاعد لا هي حتى قبل التقاعد، بس بعد التقاعد أقوم وأكل لي شوية خفيف، شوية شيء أي شيء خفيف، وأبتدي أقرأ لين الساعة 2 أروح أجيب نورة بنتي من المدرسة، وأواصل قراءة للغد لأن أتغدى متأخر، أحب نومة الظهر العصر بالظهر يعني من 4 إلى 5 أحب هاي النومة. وبالليل أستمتع أشوف تلفزيون، أطلع أحب ألعب سنوكر مع أصدقائي وأخواني في نادي الخريجين، أو أشوف مباريات في البيت أو أفلام، ساعات نطلع نشوف فيلم مع الصغيرة تعشى باردة، ما أشعر بالملل تماما الحمد لله. على كل حال 40 سنة قضيتها في الحكومة، أتمنى أن أكون قد قدمت لوطني الغالي علي كل ما يمليه ضميري يعني.